পিস টিভি বাংলা, মানবতার সমাধান। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها
زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله أكبر দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবনযাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত 9টায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল 7:30টায় বাংলাদেশে পিএস টিভি বাংলায় Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects and animals? Want to know more? Join us for stories of the prophet nobider kahini proti robibar shondha 7:00 apuno samprochar sokal 11:00 bangladesh e peace tv banglay nobiji muhammad sallallahu alaihi wasallam er moni mukta abu huraira radhiyallahu anhu bolen rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolechen যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ব্যতীত এক সাদাকায়ে জারিয়া দুই এলম যার দ্বারা উপকার সাধিত হয় এবং তিন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে সহিহ মুসলিম তৃতীয় খণ্ড ওসিয়ত অধ্যায় হাদিস সংখ্যা 4005 এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনকে রাখবেনই কোরআন শুধুমাত্র মুমিনদের সম্পদ নয় الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد الله الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر
আকাশের রংধনু আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি, লাল নীল সবুজ আকাশী বেগুনি হলুদ নানা রঙের সমাহার আমরা দেখেছি রংধনু। কিন্তু জীবনের রংধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি? আমরা জীবনের উত্থান পতন, চড়াই উতরাই, আনন্দ বেদনা, ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায়। জানুন কত কার্যকরী ভাবে মুমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে। জীবনের রংধনু প্রতি মঙ্গলবার রাত ১০টায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল ৮:৩০টায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়। যাদের পথে চলা যায় না, তারা কারা? প্রতি রাকাত সালাতে তো তাদের কথাই পড়ছি। গায়রুল মাগদুব আলাইহিম ওয়ালাদ্দালিন, সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রুল মাগদুব আলাইহিম তবে কি ইচ্ছে করে অথবা জ্ঞানের ভুলে আমরা অনেকে ছুটে চলেছি সেই অভিশপ্ত এবং ভ্রান্তদের পথে? জানতে দেখুন পিস টিভি বাংলায় আমাদের আয়োজন যাদের পথে চলা যায় না। জানেন কেন ইসলাম মন্দ পথকে নির্বাচন না করার নির্দেশ দিয়েছে? যাদের পথে চলা যায় না প্রতি রবিবার রাত ১০টায় আর পুনঃ সম্প্রচার সকাল ৮:৩০টায়।